أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله، وخير هدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة زلالة، وكل زلالة في النار. فإن الله ربي هو رحيم هو موجود في السماء، يرى كل شيء ويسمع كل شيء، وهو الذي خلقني ويطعمني ويسقيني وإذا مرضت فهو يشفيني.